يا رب إن عظم ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن فمن الذي يدعو ويرجو المذنب. أدعوك ربي كما أمرت تضرعا، فلئن رددت يدي فمن ذا يرحم. ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك، ثم إني مسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير واليمن والبركات. من هذا المكان المبارك وفي هذه الليلة الطيبة من ملتقى الفكر الإسلامي، من هذه الساحة التي دائما ما تكون على منصتها علماء أجلاء أصحاب أيادي بيضاء يسعون إلى نشر العلم والمعرفة في ربوع مصر والوطن العربي والإسلامي. موضوع هذه الليلة من ملتقى الفكر الإسلامي هو عن بناء الشخصية الوطنية، ويشرف المنصة بالحضور معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. وضيف الملتقى لهذه الليلة هو المفكر السياسي المصري الكبير الأستاذ الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الأسكندرية. خير بداية لهذه الليلة آيات كريمات يتلوها علينا القارئ الشيخ العزب سالم، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وكان بالمؤمنين رحيما. يا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا.
والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. شكرا للقارئ الشيخ العجب سالم، بارك الله فيكم. والكلمة الآن مع معالي وزير الأوقاف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة عن بناء الشخصية الوطنية، فليتفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين وبعد. فنحن مع ليلة أو أمسية أو لقاء وطني ثقافي بامتياز. والحقيقة المحاضرة واللقاء الليلة للكاتب والأستاذ والمفكر الكبير الأستاذ الدكتور مصطفى الفقي، وأنا حضرت لأسعد بصحبته وللترحيب به، مقدرين الدور الثقافي والوطني الذي يقوم به على المستوى الشخصي أو من خلال كونه مديرا لمكتبة الإسكندرية التي تعد رمزا عالميا للفكر والثقافة. وبهذه المناسبة فقط، يعني بين يدي اللقاء وفي وجود مدير مكتبة الإسكندرية التي يسرنا التعاون الكبير معها والتي جعلناها مقصدا هاما لكل معسكراتنا التثقيفية، وبنشكر الدكتور مصطفى وإدارة المكتبة في أن كل الوفود والمعسكرات الثقافية التي تقام بمعسكر أبي بكر الصديق بمدينة الإسكندرية يكون في خطتها وبرنامجها زيارة مكتبة الإسكندرية، لأننا الحقيقة نؤمن إيمانا كاملا بالانفتاح الثقافي. وبهذه المناسبة أنا بأطلع الدكتور مصطفى ويسعدني أن أهديه نسخة شخصية ونسخة يسعدنا أن تكون لمكتبة الإسكندرية من أحدث 5 إصدارات لوزارة الأوقاف معنية بالبعد التثقيفي الوطني. أحدث كتاب لسه جاي الآن من المطبعة، طلبت نسخة للتو، هو فقه الدولة وفقه الجماعة. ده الحقيقة فكرته إن الجماعات المتطرفة حاولت أن تحدث حالة من الشقاق أو الانفصام بين الشعوب وبين قيادتها السياسية، وعمدت إلى جملة من الأغاليط. سوقت الجماعات المتطرفة نفسها على أنها الدين وعلى أن الأنظمة ضد الدين، ومن كان مع النظام كان ضد الدين لأنها هي الدين، وبنت فقهها على مصلحة الجماعة لا على مصلحة الدولة. وآن الأوان لتصحيح هذه المفاهيم الخاطئة بما نؤكد عليه أن الوطن دين، ليس فقط مش لا نقول مصلحة الوطن من مصلحة الدين، نؤمن بأن الوطن دين، الوطن عزة، الوطن كرامة، لا بد للدين من دولة تحمله وتحميه. وقالوا رجل فقير في دولة غنية قوية خير من رجل غني في دولة فقيرة هزيلة ضعيفة، لأن الأول له دولة تحمله وتحميه والآخر قلق مضطرب لا أمان له في الداخل ولا في الخارج. ولذلك ندوتنا اليوم إن شاء الله اللي هنطلق فيها الحديث للدكتور مصطفى مهم جدا بقى، بناء الشخصية الوطنية. وهذا الكتاب بناء الشخصية الوطنية ده خلاصة أبحاث المؤتمر السابق للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أخذنا ننتقي من الأبحاث ونلخص، فهو عصارة فكر أكثر من 10 علماء كتبوا بحوثا متخصصة للمؤتمر. مهم جدا لما سيادة الرئيس طرح وتم بناء المسجد والكنيسة وقال دور العبادة ولا بد منها، تأمين دور العبادة من حقوق الإنسان، والكتاب يتحدث عن حماية دور العبادة مبنى ومعنى، وفي بحث قانوني متميز جدا بيؤكد أن القانون المصري سبق القانون الدولي في حرية العبادة وحماية دور العبادة وبناء دور العبادة. ومعهم كتاب أيضا
الحوار الثقافي بين الشرق والغرب، مما يؤكد أننا منفتحون على حوار غير استعلائي لا يستعلي فيه الشرق على الغرب بثقافته، ولا يستعلي فيه الغرب على الشرق بثقافته ولا بتقدمه العلمي. فالحوار قائم على احترام كل من الطرفين للآخر، والحوار لا يعني الإملاء ولا الاستعلاء، وإنما يعني التفهم واحترام خصوصيات الآخرين. مما يؤكد أننا نواجه التسيب كما نواجه التشدد، ونواجه التفريط كما نواجه الإفراط، ونواجه التقصير كما نواجه الغلو، كان كتاب مخاطر الإلحاد وحتمية المواجهة، وخاصة الإلحاد الموجه والإلحاد المصنوع. ذلك أن الأعداء الأمتنا إن وجدوا في الإنسان ميلا إلى التشدد أخذوه نحو أو جروه نحو الجماعات المتطرفة، وإن وجدوا فيه ميلا إلى التسيب فرغوه من الروح الدينية والإيمان بالله وجعلوه بلا هوية. لأن الإنسان الذي لا هوية له ولا دين له ولا إيمان له ينقاد خلف كل ناعق. إضافة إلى كتبنا السابقة، وكان من أهمها كتاب الفهم المقاصدي للسنة النبوية، مما يؤكد أن الخطاب الديني خطاب منفتح. وفي كتاب فقه الدولة وفقه الجماعة أكدنا أن فقه الدولة فقه عام، يعني إلى مصلحة الجميع، ليس فيه أنانية ولا لحساب جماعة أو قبيلة أو حزب، لا تمييز فيه ولا إقصاء. أما فقه الجماعات فهو فقه نفعي استبدادي استغلالي منغلق متحجر. وكل هذه المجموعات موجودة الآن يعني في المعرض المجاور لهذا الملتقى، معرض مجلس كتاب المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. مرة أخرى برحب بالكاتب والمفكر الكبير الأستاذ الدكتور مصطفى الفقي، ونسمع منه تطوافة طيبة حول بناء وأهمية التثقيف ببناء الشخصية الوطنية، وكيف نبني الشخصية الوطنية فكريا وثقافيا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أشكر أخي العزيز معالي الوزير محمد مختار جمعة على دعوته الكريمة، ولقد تذكرت الآن أن هذا هو العام 20 الذي أحضر فيه مع استثناءات بسيطة تغيبت فيها، لأنني أعتبره تجمع ثقافي ديني تلقائي، وقد أعطاه الدكتور محمد مختار جمعة مذاقا خاصا بأن جعله قريبا من الأفئدة والعقول والشباب، ولم يجعلها دروسا دينية خالصة، لأن الإنسان ينتمي إلى حياته، وقبل هذا ينتمي إلى دينه، وعليه أن يوفق بين الأمرين، ولا يستقيم هذا التوفيق إلا بدراسات مستفيضة مثل هذه الدراسات القيمة التي أشرف عليها وقدم لها وراجعها السيد الوزير. وإذا كنت سيادتك عايز تمشي أنا عارف أن عندك التوتر. لا 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 أنا مع سيادتك وسعيدني أسمع. الله يخليك. لا أنا عارف أن وقتك. لا لا لا, لا, لا الله يخليك. سعيدنا كلنا أذان مصغير إن شاء الله. فعندما نتحدث عن موضوع بناء الشخصية الوطنية، طبعا أنا لست رجل دين، ولكنني طول عمري أنتمي إلى عائلة لها صلة بالأزهر الشريف وبالدين، ويعني نظرت نفسي تاريخيا أن أكون مدافعا قويا عن الإسلام في الغرب وفي الخارج بالذات، لأنني أظن أن الإسلام مستهدف. ولما بتكلموا عن الإسلاموفوبيا ده تأكيد لمعنى معين، وهو أن هناك رغبة في حصار الإسلام والتضييق عليه وتشويه صورته، ولكن يبدو أن الله يحمي دعوته إلى يوم الدين، ولذلك لم يتحقق لمن أرادوا
إلا بعض الطنطنات الإعلامية والأقاويل الكاذبة، ولكن للأسف إن جزءا كبيرا من الإساءات في العالم الإسلامي قد جاءت من أبناء العالم الإسلامي من المسلمين أنفسهم. فئة منا خرجت علينا وأساءت إلينا، فلا بد أن نتنبه لأنهم يستخدموننا في تقويض دعائم وجودنا، ويضربون بكل قسوة كل الأهداف السامية والأفكار النبيلة التي جاء بها الإسلام الحنيف، والتي جاءت مكملة لدعوات أخرى نحترمها ونقدرها. فالإسلام لا يعتبر المسلم مسلما إلا من آمن بالله ورسله وكتبه واليوم الآخر. هذه عظمة الإسلام، لم يحتكر رأيا ولم يتوقف عند فكر معين، ولكنه سلم بما سبقه تقديرا وعرفانا. وأنا سمعت أحد واحد من إخواننا المسيحيين قريب بيقول لي والله ده الإسلام كرم العذراء مريم أكثر مما تكرمه الكنيسة الإنجليزية. لها تحفظات يعني، شفتوا شوف الإسلام سبق حتى كنائس مسيحية في تكريم السيدة مريم. لهذه الأسباب يجب أن نبحث بدقة في عوامل بناء الشخصية السوية، الشخصية الوطنية. الشخصية هي مجموعة تصرفات نعتبرها سلوك إنساني في مرحلة معينة، ووطنية لأنها ترتبط بوطن. ولعلي أوضح في البداية أن الوطنية لا تختلف مع الدين ولا تتعارض مع الإسلام كما يزعم البعض. الأممية أممية في الدعوة، ولكن لكل فرد وطنه وله جنسيته. إن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أخرج من مكة كما تعلمون نظر إليها دامعا وقال والله إنك أحب بلاد الله إلي لولا أن أهلك أخرجوني ما خرجت. شوف فكرة الوطن. إذن في فكرة الوطن موجودة في الإسلام وفي صميم الإسلام. الآية الكريمة اللي بتقول يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. شوف التعارف، الاحتكاك والاندماج والتزاور والوصال الحضاري واللقاء الفكري. هذه هي دعوة الإسلام، ليست دعوة لا عنصرية ولا متعصبة ولا منكفئة ولا تقصي غيرها. من هنا فإن الشخصية الوطنية لدى الدول الإسلامية لدى المواطن المسلم يجب أن تتميز بهذه الخصائص، أن تكون شخصية تعبر عن قدوة في السلوك أمام غيرها، أن تحتوي كل الفضائل وأن تبتعد عن كل الرذائل، أن تكون شخصية مؤمنة بالعلم والمعرفة والاجتهاد ولا تتوقف عن البحث العلمي، لأن ما فيش دين دعا إلى العلم والمعرفة مثلما فعل الإسلام، حتى أنه جعل التفكير فريضة إسلامية. علشان أنا واخد برد، وبرد الصيف ده ساعات بيبقى سخيف جدا، إنما ما كانش ممكن أتأخر عن الدعوة الكريمة، إنما يعني بركات الحسين برضو بديت تتحسن شوية. فما أريد أن أقوله في هذا المقام هو أن الشخصية الوطنية هي شخصية تؤمن بأن الديانات كلها ثورات اجتماعية إلى الأفضل، وأن الإسلام تحديدا قد جاء بشريعة ثرية وفقه واسع، ولا أظن أن شريعة تضاهي من شرائع السماء الإسلام. إن الإسلام تدخل في حياة الفرد من الميلاد إلى الوفاة، مرورا بالزواج والطلاق والميراث إلى آخره، ووضع أطرا مختلفة لحدود هذه الشخصية، ولو اتبعها الناس لا استقام أمرهم وتحسنت أحوالهم. ولكن المشكلة الحقيقية هي في الفهم المبتور لطبيعة الشريعة، وفي الانتقاء التحكمي لكل مهجور وغير مقبول
من المذاهب الفقهية، بينما الإسلام أعلى وأرقى وأعظم من كل هذا. ولهذا دور وزارة الأوقاف خصوصا في عهد هذا الوزير النشط للغاية الشجاع جدا جدا أنا في رأيي، تتمحور حول قدرته على تقديم الإسلام الصحيح والمزج بين هذا الدين العظيم وبين العلوم الأخرى. يعني أنا مثلا رئيس لجنة اسمها لجنة التثقيف العام في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية عند الدكتور أحمد عجيبة باختيار من الوزير. اللجنة مش رجال دين، ده بتوع علوم سياسية وأساتذة فلسفة وفيهم أطباء ومهندسون، والوزير كرمنا بلقاء طويل منذ عدة أسابيع كده ببساطة وفجأة. فنحن نشعر أن الإنسان لا يكون إنسانا إلا إذا أدرك ما حوله وتعلم قيمة المعرفة التي تحيط به وكان نهما لهذه المعرفة. إن نبينا صلى الله عليه وسلم هو القائل اطلبوا العلم ولو بالصين. الصين دي كانت حاجة من المجاهل يعني غير معروفة، ده دلوقتي لما تقول الصين تبدو بعيدة، فما بالك بهذا الذي حدث من 1500 سنة. لابد أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يضرب مثلا صارخا لضرورة طلب المعرفة والبحث عن العلم والاجتهاد فيه. لا يبني الشخصية الوطنية إلا التعليم السليم. ولذلك عندما يتقدم رئيس الدولة حاليا ووراءه وزير التعليم والكوكبة الكبرى من الوزراء لتطوير التعليم تطويرا جذريا، علينا أن نشجع هذا. لا يمكن أبدا أن يستقيم الأمر بالتعليم القديم. الدنيا تغيرت، الذكاء الاصطناعي سوف يحل محل القوى البشرية قريبا. نحن على مشارف تطورات كبيرة قدم لها الإسلام بحفاوة ولم يقف منها موقفا عدائيا، لأنه ليس ضد التقدم العلمي ولا البحث الخلاق ولا المعرفة ولا التعليم البناء. وأنا عايز أقول لحضراتكم حقيقة، دور مصر لما تراجع في الفترة اللي فاتت زمان تراجع نتيجة تراجع نظامها التعليمي. التعليم كان هو أهم ما نملكه من مصادر القوى الناعمة التي نصدرها للغير. لما تشوف في أي بلد عربي في الخليج، أنا كنت هناك مرة، رئيس وزراء البحرين قال لي كان المدرسون المصريون يأتون إلينا بالكتب والكراريس والأقلام على نفقة الدولة المصرية. كل الشخصيات التي برزت في العالم العربي من قبل إما تخرجت من مصر أو مرت عليها. نريد أن نستعيد ذلك بكل الطرق، لأنه إذا خبى النور في مصر وتراجع معدل التنوير فنحن أمام وضع صعب للغاية إذا حدث ذلك. ولكن لحسن الحظ، لحسن الحظ أن مصر رغم ظروفها الصعبة للغاية اقتحمت معقلا صعبا للإصلاح الاقتصادي لا يجادل أحد في خطورته وصعوبته ومعاناة الناس منه. ولكن لو لم يتم ذلك لأعلنت الدولة المصرية إفلاسها منذ سنوات. يجب أن ندرك أنه إذا كنا نركب الصعب فإن هناك ما هو أصعب. إذا كنا نضيق ببعض الضغوط المحيطة بنا من الخارج لابد أن ندرك أننا إن لم نواجه ذلك كنا سوف نواجه سقوط الدولة المصرية. ما فيش حد يعني كبير على الحاجات دي، الدنيا كلها قائمة على التآمر والضرب والخبط. وانتوا شايفين السحب في منطقة غرب آسيا الآن والشرق الأوسط ومحاولات الضغط على العالم العربي من خلال مواجهة أمريكية إيرانية أو إسرائيلية إيرانية. ولكن أنا أريد أن أنبه هنا عشان تبقوا عارفين، لن تحدث عمليات عسكرية، لأن قنوات التواصل غير المعلنة بين الدولة الفارسية وبين الولايات المتحدة الأمريكية قائمة ونشطة للغاية. بالعكس، عندما تستمع إلى صيحات عالية للحروب وقرع لطبولها اعلم أنك أبعد ما تكون عنها. ولهذا السبب فإنني أنبه أن إيران تستخدم كفزاعة
أمام دول الخليج وأمام العالم الإسلامي، بينما هناك قنوات تواصل نعرفها ويعرفونها وتعرفها الدنيا كلها. لهذا إحنا محاصرين بعالم صعب وضغوط من كل اتجاه، ومصر مستهدفة لأنها درة الشرق، صحيح، لأنها الأيقونة. شوفوا رغم كل ظروفنا الصعبة نقاوم الإرهاب، نصلح الاقتصاد، نطور التعليم، نقيم بنية أساسية غير مسبوقة، شبكة طرق غير معتادة في مصر. قس على هذا الكثير. أنا مش محامي الحكومة وما بشتغلش عند حد، إنما أنا أقول قول الحق. لو لم تفعل ذلك لكنا قد أصبحنا أمام بقايا دولة. ولذلك يجب أن نؤمن جميعا بأن بناء الشخصية الوطنية يقتضي من المصري العادي أن يدرك هذه الحقائق، وأن يعلم أن الوطن له ولغيره من أشقائه، وأن يدرك أنه مثلما تبني مسجدا تبني كنيسة، وأن يعلم أن سماحة مصر أكبر من كل سماحة الدول الأخرى في المنطقة. أنتوا عارفين إحنا عندنا 10 معابد يهودية في القاهرة كلها صالحة لأداء الصلوات لدى اليهود، ولم يمسسها المصريون لا في 48 ولا في 56 ولا في 67 ولا في 73. شفت عظمة المصري واحترامه للعقائد. ولهذا عندما يصدر الوزير النابه كتابا عن دور العبادة هو يلمس أمرا هاما في تاريخ هذا البلد. ولم يكن غريبا أن الرئيس السيسي أصلح عشرات الكنائس وبنى غيرها، لأن إسلامنا يطالبنا بذلك. وإذا كنا نعترف بمبدأ المواطنة ترديدا لفكرة الوطن التي عبر عن قناعتها نبينا صلى الله عليه وسلم عندما أخرج من بلده ومستقره وموطنه فناجاها في لحظة ضعف وقال ما قلته من لحظات، إننا نريد أن ندرك جميعا أن بناء الشخصية الوطنية يقوم على تعليم متميز وثقافة رائدة وإعلام مستقيم لا يبالغ ولا يهول ولا يهون ولا يعمل لجهات ليس من مصلحتها أن تزدهر مصر أو تقوى. يجب أن نكون جميعا على قلب رجل واحد من أجل دولة مركزية قوية. ومصر تتعافى، من لم يعلم يعلم، مصر تتعافى اقتصاديا، نزول سعر الدولار مؤشر قوي، تقارير البنك الدولي وصندوق النقد الدولي حاسمة في هذا. الفترة الصعبة مرت، والسبب في ذلك هو الشخصية الوطنية المصرية. المصري مرتبط بوطنه، مؤمن بقيادته، يدرك أن الله سبحانه وتعالى قد قال وأطيعوا الله ورسوله وأولي الأمر منكم، طبعا أولي الأمر الصالحين. إذن نحن أمام تجربة إنسانية يجب أن نتحمس لها. ومن حسن الحظ أن وزارة الأوقاف واعية بهذا التحول وعيا شديدا وتتجه على هذا الطريق بقوة. يعني لعلكم تابعتم، وأنا شخصيا تابعت حجم الكتب والمطبوعات التي تصدر عنها ونوعية هذه الكتب. ليست كتب صفراء تحلق في آفاق غيبية بلا معنى، ولكنها تمس حياة الناس مساسا مباشرا وترتبط بالشخصية الوطنية ارتباطا واضحا. فالمواطنة هي شعارنا الذي يجعلنا جميعا متساويين، الغني والفقير، الرجل والمرأة، المسلم وغير المسلم. لا سبب للتفرقة بسبب لون أو جنس أو عرق أو مال أو ثروة، فالكل أمام الوطن سواء. مراكز قانونية واحدة، وانتوا شفتوا كبار المسؤولين خضعوا للتحقيقات في قضايا معينة. وأنا بلاحظ الآن أن الدنيا اتغيرت، لم يعد هناك أحد فوق القانون.
يعني انا وانا جاي كنت عايز اعمل الواد السواق قلت له يلف كده على متاخر من هنا، فالظابط قال له لا اطلع قدام، قال له ده الدكتور مصطفى جاي يعمل ندوه، قال له ما جراش حاجه يطلع يلف من قدامنا. الحين سكت. عارف لو كنا قبل 2011 كنت قلت له يا ابني وسع مد عدينا وبتاع، الدنيا اتغيرت، احنا اتغيرنا احنا كمان. انت بتتجه الى دوله رشيده حديثه تحترم الاخر وتقدره وتساويه، ما فيش حد احسن من حد، كلنا اولاد تسعه كما يقولون. ولهذا انا عايز اقول لكم ان التطور اللي احنا ماشيين فيه هو التطور الذي يؤدي الى بناء الشخصيه الوطنيه التي هي عماد الدوله العصريه الحديثه التي تؤمن بالديمقراطيه والتنميه وتسعى اليهما معا. ونحن هنا في رحاب الحسين سيد الشهداء وفي هذه البقعة الطاهرة من مصر العظيمة. مصر مجموعة متاحف يا حضرات، ما هيش دولة. القاهرة دي متاحف، فيها شوارع متاحف، شارع المعز متحف مفتوح، شارع الهرم متحف مفتوح. انتوا لا تقدرون ما لدينا من ثروة. انا كنت سفير في فيينا، لو لقوا قلبين طوب قدام يعملوا برواز ازاز ويلم الدنيا ومؤتمر صحفي واثار، ايه يا ابني؟ احنا بقى من فرط ما لدينا من اثار مش مقدرين قيمة تراثنا الحقيقي. أينما وليت وجهك وجدت مصر. أين قناة السويس في مصر؟ أين معبد الكرنك في مصر؟ أين الأهرامات وأبو الهول في مصر؟ أين البحر الأحمر والبر الأبيض يطلان على مصر؟ بحر مفتاح. أنت واقف على النص يا فوق، على المثلث من فوق، تطل على آسيا شرقا وأفريقيا جنوبا وأوروبا شمالا. شوف عظمة الموقع. أراد الله لهذا البلد أن يكون ركيزة للوسطية، وأن يكون معقلا للاعتدال، وأن يكون مدافعا عن صحيح الدين. من الذي حافظ على الدين؟ ما الذي حافظ على الإسلام؟ أنا أزعم أن الأزهر الشريف لعب دورا أساسيا للغاية في هذا. ولولا الأزهر ما استقامت الدعوة بعد 14 قرنا أو يزيد على هذا النحو. ولهذا أنا أرى أن العلم الحقيقي هو لدى علمائنا في مصر. لا أقلل من شأن غيرنا، ولكنني أعطي ما لنا وما هو من حقنا. لهذا يا حضرات فإنني أوجز إيجازا مباشرا بقولي إن بناء الشخصية الوطنية هو ركيزة أساسية للدولة الحديثة. الدولة هي مجموعة أفراد، فهم صحيح للدين، احترام لعقائد الآخرين، تعليم متقدم ومتطور، بحث علمي يسعى إلى استقلال مصر ومكانتها. يعني مثلا كانوا بيتكلموا عن الدولة النووية، انتوا عارفين دي من مزاياها ايه؟ انها بتدي نوع من البرايد الوطني، يعني من الزهو الوطني، انك دولة تملك وتستطيع. يعني ألا يثير زهوكم أن الجيش المصري بشهادة أعدائه هو واحد من أهم 10 جيوش في العالم ويسبق جيوشا كبرى في المنطقة؟ لابد أن ذلك يثير لدينا شيئا ما. من هنا يكون الفخر بالشخصية الوطنية التي تمضي في ظلال هذه الحقائق التي ذكرتها، التعليم والثقافة والإعلام والمؤسسة الدينية، وفوق هذا وكله احترام القانون وسيادته وحق الجميع في مراكز قانونية متساوية. لا يتميز أحد على أحد إلا بعلمه ومعرفته. إنني أهنئ السيد وزير الأوقاف على الاختيار الذكي للغاية لهذه الموضوعات التي لم تكن مطروقة في الحقيقة، وكنا نردد دائما موضوعات مستهلكة وجرى الحديث فيها والكتابة عنها منذ قرون أحيانا. جاء الوقت لننقب في تراثنا ونستخرج منه اللآلئ، وألا نقوم بعملية اختيار تحكمي للمهجور من الحديث أو المكذوب من الروايات لنفرضها على الإسلام والمسلمين. يعني أنا لا أخفيكم سرا إن أنا كنت في لندن وأثير موضوع يعني بتاع إرضاع الكبير، وكنا مسألة تندر في الصحف. يعني خلاص اختزل الإسلام في هذا، حتى لو صح انا مش فقيه، انما مش الاولويات.
لما تتكلم يا اخي عن الاسلام والبحث العلمي، عن الاسلام والتفكير، عن الاسلام وحضاره الغرب، عن الاسلام وتاثيره على الاخر. ده انا حضرت مره محاضره لاحمد زويل في برلين في الجامعه عن الحسن بن الهيثم، كان قاعد 2000 عالم من انحاء العالم يحنون رؤوسهم للعالم الاسلامي ويقولون ان العالم الاسلامي لو وصل مسيرته التي كان قد بدأها في ذلك الوقت لتفوق على الدنيا كلها. إذن نحن لدينا الكثير، ولكن علينا أن نضع ضوابط وحدود لما نفكر فيه وما نعمل من أجله. وأنا أترك الباقي لأي أسئلة أو تعليق من الأستاذ الدكتور الوزير، وأعتبر أن الشخصية الوطنية هي كل واحد فينا، هي كل من يؤمن بهذا الوطن، هي كل من تختلط دماؤه أو دماء أفراد من أسرته بتراب هذا الوطن. أنتوا لا تعلموا تضحيات هذا الشعب التاريخية. أنا يمكن أكبر سنا من معظم الحاضرين، ما كانش كلهم، ورأيت في حرب الاستنزاف كيف ضرب العمق المصري، كيف ضرب الأطفال في بحر البقر، كيف ضربت الزيتية، كيف عاش المصريون سنوات صعبة من أجل الكرامة والحياة والشخصية الوطنية الحقيقية. فاسمحوا لي أن أهنئكم بشهر رمضان المبارك، وأن أتمنى لكم التوفيق، وسوف أكون على أي استعداد، على استعداد للإجابة عن أي سؤال يرى السيد الوزير أن أجيب عليه. شكرا لكم جميعا. شكرا للمفكر السياسي المصري الكبير الأستاذ الدكتور مصطفى الفقي على هذه الكلمات الهامة. كلمة ختامية مع معالي وزير الأوقاف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة. الحقيقة بعد هذا التطواف الثقافي الرائع الممتع لا نملك إلا أن نتوجه بكل الشكر والتقدير للكاتب والأستاذ والسياسي والمفكر الكبير الأستاذ الدكتور مصطفى الفقي. إن شاء الله على يد سيادته مكتبة الإسكندرية بتستعيد مجدا تاريخيا. وأيضا احنا بنؤكد أن رئاسة سيادته للجنة التسقيف هو شرف لنا في المجلس الأعلى وإضافة كبيرة، ومحاضراته مع الأئمة في أكاديمية الأوقاف هي إلى الآن مسار حديث بين السادة الأئمة المشاركين. وإن شاء الله يأذن لنا أن احنا هنوسع علاقتنا في ظل يعني إدارة سيادة للمكتبة مع مكتبة الإسكندرية ليفيد الأئمة من كنوزها ولقائهم ما تيسر لسيادته، فكل الشكر والتقدير. أنا أقول نقطتين اتنين، يمكن الدكتور مصطفى اتكلم على الآثار، وده في الاعتداد احنا كتاب واحد فقه الدولة، حتى كل الكتب بدأت تاخد ملامح وطنية، واختيار الغلاف الدكتور مصطفى ده غلاف واحد خدنا له البرج مسلة والقلعة والأهرامات والصراء زي ما سيادتك قلت، في حين ان بقى فقه الجماعة في الظلام والضياع وتحت الأرض ولا يمكن ان تعمل في النور. أنا هختم بنقطة مهمة سيادتك اتكلمت فيها وهي في غاية الأهمية. بالمناسبة الكتاب ده فيه موضوعين من اللي سيادتك أشارت إليهم بعمق، من أهمهم مخاطر السقوط الاقتصادي للدول، لأن الحروب لم تعد زي ما الدكتور مصطفى قال حروب عسكرية مباشرة، من أخطر الحروب إسقاط الدول اقتصاديا. ليه؟ هو حاول يلعب لك من خلال حروب الجيل الرابع والخامس على الفتنة الطائفية القبلية المذهبية، كل ده وعي الشعب المصري ووعي الناس وقف له بالمرصاد. لكن عندما يأتي عند حياة الناس دي المنطقة الخطر، لكن بفضل ربنا وبمنتهى الوعي نجح الشعب المصري مع قيادات السياسية في اجتياز الأصعب وعبرت مصر إلى مرضي الأمان، لأن من عوامل الإسقاط وأخطاره الإسقاط الاقتصادي. النقطة الثانية دكتور مصطفى اللي حضرتك أشارت إليها، حاولوا يعملوا قطيعة بين الشعوب والحكام، حضرتك أشارت إلى طاعة أولي الأمر. احنا قلنا للأسف الشديد في العقدين الأخيرين أصبح الاقتراب من المسؤولين كأنه سبة، واحد يقول لك بص انت عارفين انا لا بحب المسؤول، كأن يعني مجرد الاقتراب ده يعني يقول لك خلي بالك انا ماليش وقت. يا اخوانا طب هنا شوف الدين، الدين بقى
علمنا ايه على الحاكم العادل، وقلنا اللي عمل ده ثقافة الجماعات المتطرفة. ليه؟ هي الجماعات المتطرفة بتقول احنا الدين واحنا ضد الانظمة، يبقى الانظمة ضد الدين من منظورهم هم، يبقى اي حد بيدعم النظام يبقى من وجهة نظرهم ضد الدين، لدرجة ان هو على استعداد حتى مؤسسات المجتمع المدني لا تعمل لاسقاط الدول، لان قوة الدولة وجع للجماعات، هذه الجماعات تريد اسقاط الدول واضعافها، وكانوا بيقولوا احنا نحرق اي بلد ونبنيها من جديد، لكن هاتوا بلد اتحرقت واتبنت تاني. شوف ثقافتنا الدينية وبنأكد عليها، قالت ايه في الحاكم العادل والمسؤول العادل سواء رئيس جمهورية، محافظ، رئيس هيئة، رئيس مؤسسة، قال ايه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ان من اجلال الله، من تعظيم الله، حديث صحيح، ان من اجلال الله اكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه وذي السلطان المقسط. يعني يا دكتور مصطفى، اكرام وتقدير واحترام الحاكم العادل من اجلال الله. طب لما يبقى عندي حاكم عادل وانا لا اقدره ولا اعاونه، يبقى انا عايز اغير بقى، اجيب حاكم يضيع الناس. من حق شرعا، من حق الحاكم العادل ان يؤازر وان يساند وان تدعى له. ده النبي جعل دعوة الامام العادل قبل دعوة الصائم في روايات، احدى روايات الحديث، ثلاثة لا ترد دعواتهم. اول دعوة الامام العادل لما يدعي لك، اول دعوة الامام العادل. وفي حديث سبعة يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله، اول واحد الامام الايه؟ العادل. طب لما انت تبقى ده منزلة الامام العادل، ده انت تقرب منه عشان يدعي لك، مش انت اللي كمان تدعيه بس، وتسانده شرعا ما دام عادلا ويبغي الحق. لكن الجماعات المتطرفة للأسف قامت بعملية انتقائية اجتزائية شيطنت فيها كل دوائر السلطة لتأليب الناس ظلما وعدوانا وافتراء على الله ورسوله ومغالطة وتزويرا للدين ولكل المفاهيم الصحيحة. هذا ضمن دور الثقافة، دور العلم، دور الفهم الدين الصحيح، أن تكون لدينا الشجاعة لأن نقول الحق واضحا دون استحياء أو دون تردد. إذا كان أهل الباطل يتبجحون في باطلهم، أما أنا لأهل الحق أن يدافعوا بقوة عن حقهم وأن يصححوا هذه المفاهيم التي حاولت الجماعات المتطرفة ترسخها لعقود. هذا دورنا، وإن شاء الله على الضرب سائرون. ومرة أخرى دكتور مصطفى بنرحب بسيادتك وبنشكرك على حرصك على هذا الملتقى السنوي وعلى دعم حضرتك في الأعمال المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية والدور الذي تقوم به مكتبة الإسكندرية في ظل رئاستكم. وإن شاء الله نترك الأستاذ عمر مشكورا يكمل ما بقي من دقائق في اللقاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وشكرا على تشريف المنصة للمفكر السياسي المصري الكبير الأستاذ الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الأسكندرية. ونأخذ هذا المقتطف الهام في مقدمة كتاب بناء الشخصية المصرية: إن مصالح الأوطان لا تنفك عن مقاصد الأديان، وأن العمل على تقوية شوكة الدولة الوطنية وترسيخ دعائمها مطلب شرعي ووطني، وأن كل من يعمل على تقويض بنيان الدولة أو تعطيل مسيرتها أو تدمير بناها التحتية أو ترويع الآمنين بها إنما هو مجرم في حق دينه ووطنه معا. كان هذا مقتطفا هاما من مقدمة كتاب بناء الشخصية الوطنية بإشراف معالي وزير الأوقاف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة. خير ختام لهذه الليلة مع المبتهل الشيخ إيهاب يونس، فليتفضل مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا واختب بالباقيات الصالحات أعمالنا يا رب. يا نفس طيبي واهنئي بمحمد خير الأنام وسيد السادات. يا نفس طيبي واهنئي بمحمد خير الأنام سعدت به. أكرم بأحمد منبع الرحمات. نور على نور يشع ضياءه من نور رب خصه بالذات. شرف الزمان بعدله فتسابقت أمم تبايعه بكل ثبات. يا من ملكت القلب يا رسول الله، يا من ملكت القلب ذاك تحية عدد النجوم وأحرف الآيات، فعلى رسول الله صلي دائما تحظى بفضل من إله آتي. فعلى رسول الله صلي دائما تحظى بفضل من إله آتي. سيدنا النبي صلوا عليه، اللهم صلي وسلم وبارك عليه. وصلنا معا إلى ختام هذه الليلة من ليالي فعاليات ملتقى الفكر الإسلامي. إلى لقاء غدا يتجدد إن شاء الله. حتى ذلك الحين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.